طيب، صباح الخير من جديد. نحن هلا على سب يونت 9 بالوحدة الدراسية الثانية، كان عنوان different types of expenses and liabilities. حكينا فيه عن تعهدات الشراء أو purchase commitments، وحكينا فيه عن warranty عن الضمانات، وحكينا فيه أيضا عن contingencies أو ما يعرف بمخصصات الطوارئ أو ما يعرف بالاحتمالات. طيب هلا السؤال الأول، شامل لك المطلوب في السؤال الأول: When should the entity recognize these warranty costs؟ متى يجب على المنشأة أن تثبت أو تعترف بتلك أو بتلك التكاليف المتعلقة أو بتكاليف الضمانات؟ عمل لك منشأة بتبيع عنده منتج، تمام، عنده شيء اسمه واللي تعرفنا عليه الضمان من نوع شو؟ من نوع التأكيد 3 سنين، اللي هو شو معناته هذا الضمان؟ ستاندر، تمام، ما له التزام، هو ضمان موجود اصلا بنص صريح بالعقد، بقول لك يا اخي انت اي بضاعة عم تبيعها عم تاخذ عليها ضمان 3 سنين من نوع التأكيد، يعني ما منحك خدمة اضافية، لا، اي عيوب مصنعية اي ديفكت بتواجهه بيصلح لك اياه ما دام هو من ضمن الاطار شو انه هو خرج عن موضوع المواصفات المتفق عليها. طيب services calls under the warranty، تمام، are performed by an independent mechanic under a contract with the entity. في شيء اسمه اتصالات الخدمات، يعني بمعنى انت اليوم في عندك ضمان الاساسي، تمام، في ممكن انه يجيك ميكانيكي، تمام، او فني مستقل، يعني ليس تابع للمنشأة اللي انت اشتغلت اللي انت اشتريت منها، لا، بتكون هاي المنشأة متعاقدة مع ميكانيزم ما، تمام، ومع ميكانيكي ما، هو هذا الميكانيكي ممكن انه نحن نوفر لك هاي الخدمه تبعته. طيب based on experience، بناء على خبره الشركه، the warranty costs are estimated at $30 for each machine sold. اذا كل اله نحن عم نبيعها، تمام، حتكلفنا شو؟ حتكلفنا ضمان بحدود $30. طيب كيف سوف يتم اثبات هذه $30 عن كل آلة؟ هل نحن حنثبتها على طول حياة الضمان، يعني على طول فترة الضمان، ولا عندما يتم اداء خدمة السيرفيس كول، تمام، ولا عندما نحن نستلم قيمة او نحن وقت ندفع للميكانيكي وقت بيجي لعنا، او انه عندما يتم بيع الالات. طيب هلا انت اول شيء عقدك من شو؟ عقدك من نوع الضمان من نوع التاكيد. طيب الضمان من نوع التاكيد شو ممكن الضمان من نوع التاكيد نحن انه ينتج عنه شو؟ loss contingencies، ممكن ينتج عنه خسائر محتملة. شو هي هاي الخسائر المحتملة؟ هي المصروف الضمان، هي الكوست، تمام. ليش سموها loss contingencies؟ لأنه هي عبارة عن حدث أو واقع ممكن أن يحدث في حال ارتبطت مع event آخر in the future. فأنا اليوم بعت المشين، تمام، ونعرف نحن أنه كل مشين أو كل تلفزيون أو كل لابتوب أو كل منتج يكون مطابق للمواصفات المتفق عليها في الصناعة لازم يكون له ضمان، صح؟ تمام. هلا هذا الضمان له مصروف، يعني انت اليوم وقت بيجي يقول لك في عيب مصنعي يصلح لي اياه، مو ما راح تدفع مصاري، انت حتدفع مصاري لحتى تصلحه. هاي المصاري اللي انت عم تدفعها هي شو؟ هي تعتبر خسارة محتملة الى حين وقوعها. طيب هلا
بهاي الحالة شو اللي حيصير؟ بهاي الحالة نحن حنستخدم إن باللوس كونتينجنسيز شو حنستخدم؟ حنستخدم طاقية الاستحقاق أو الأكروار بيسز. إذا بهاي الحالة حيكون في عنا نحن حنقول هل من الممكن أن يتم تكبد المصروف؟ نعم من الممكن يكون تكبد المصروف. اثنين، هل قادرين نحن نقيس المصروف كم مبلغه؟ نعم المصروف قيمته 30 دولار. هل هو مهم؟ بالإشارة إلى أنه 30 دولار لكل مشين مباع وما أعطاني يعني الدير قيمة المبيعات، ولكن نوعا ما ممكن أن هي تكون ماتيريال. إذا بهاي الحال نحن أمام شو؟ إذا نحن بهاي نحن هلا بأمام حالة أنه وجود شو؟ وجود liability contingencies اللي هي التزامات محتملة. طيب الضمان شو مدته؟ نحن عم نفسر عم بربط هلا انا عم بربط لكم الورنتي مع الكونتينجنسيز. الحل ابسط من هيك. الحل هو بما انه قالك 3 سنين، اذا انت نحن قلنا اذا الضمان الورنتي اكسيسز الفتره او البيريود تبعت الورنتي حنعتبره ضمان موسع اكستندد، وساعتها بصير الضمان تمام الكوست تبعه حيكون على شو؟ على مدى عمر الورنتي. ليش؟ لانه هو عم يغطي لك 3 سنين صح، وبالتالي التكلفه حتغطي لك 3 سنين. بجوز هو ما يجيك السنه الاولى، بجوز يجيك السنه الثانيه، بجوز يجيك امد السنه الثالثه. طيب ليش هذا خطأ؟ عندما يتم اداء خدمة السيرفيس اللي هو قال لك هون، أول شيء العقد من نوع الأشورتس يعني لا يحتوي على خدمات إضافية، وقال لك أنه السيرفيس ممكن أنه العميل تمام يجيب ميكانيكي مستقل أو فني مستقل تمام. ما أشار أنه هو جاب الميكانيكي تمام، هو أعطاك أنه في يعني في أندر كونتراكت تمام. هلا بالنسبه انه عندما يتم سداد المدفوعات للميكانيكي، طبعا هي مرتبط بالخيار الاول، مدى ما في اي اشاره انه تم النقاش او حول السيرفيس كولز، معناتها هاي بي يو سي ملغيات. طيب وقت نبيع الالات هل نحن ساعتها حنثبت التكلفه وين ماشين ار سولد؟ لا، نحن وقت بنثبت نحن وقت عم نبيع الآلة تمام، بعنا الآلة أثبتنا قيد شو؟ أثبتنا قيد المصروف. ولكن الكلفة نفسها كيف أنت حتوزعها؟ أنت مو حتوزعها على المدى تبع أو على عمر الضمان ولا لا؟ طب طيب السؤال الثاني عم يقول لك كان لازم أكبر الصورة شوي. السؤال الثاني، شركة مصنعة تقوم بتصنيع أنظمة الستيريو تمام، الستيريو سيستمز، عندها ضمان ضد العيوب المصنعية أو الأجنس ديفكت لمدة سنتين، اللي هو من نوع الأشورنس، يعني نحن نضمن لك الستيريو سيستمز لسنتين يشتغل بدون أي عيوب مصنعية. بناء على الخبرة السابقة للشركة، هنحط تحتها أصفر، قالك إنه التكاليف الضمان تمام هي عبارة عن 4% من المبيعات of sales for the warranty period تمام، إذا 4% خلال السنة تم بيع ما مجموعه 3 مليون دولار تمام. اذا نحن حنحسب المفروض انه انت اليوم الورنتي ليابيليتي تبعك حيكون 4% من الاساس 3 مليون، انك وتكبدوا هن تكاليف واز انكيورد ب 67500، معناتها هاي شو؟ معناتها هاي المسدده، معناتها هن دفعوا 67500 وعليهم اصلا
من أصل 3 مليون 4%، يعني عليهم بالأساس 120 ألف، دفعوا منا 67 ألف 500. في قائمة الدخل لعام هذا العام كم حيكون مصروف الضمان؟ طيب خلونا نأخذ القيود تبعه. شو بدنا نأخذ القيود مشان كمان نطبق المعالجة المحاسبية. نفتح شيء ثاني. ماشي، هو قديش قال لك المبيعات؟ قال لك المبيعات 3 مليون. هذا هون احنا شو بدنا نقول الجورنال قد المبيعات حيكون من حساب الكاش لحساب شو؟ السيلز ريفينيو. تمام، قديش باع؟ 3 مليون. 3 مليون قديش قال لك نسبة تكاليف الضمان المقدر 4 مليون من المبيعات. تمام، معناته شو حنقول؟ حنقول من حساب الورنتي اكسبنس الى حساب مين؟ الى حساب استيميتنج ورنتي ليابيليتي اللي هو التزام الضمان المقدر بقيمة 3 مليون. ناخذ منه 4%، 120 ألف. تمام. طيب هلا قال لك بعدين تكبدوا كم؟ 67500. اذا حنقول بنخفض حساب استيميتنج ورنتي ليابيليتي الى حساب كاش بكم؟ 67500. تمام، حلو. هلا هو شو طالب؟ طالب منك السؤال جيب لي مصروف الورنتي، يعني هذا الورنتي قديش حيكون؟ هو ما طلب منك الليابيليتي، طلب منك مصروف الضمان. اذا مصروف الضمان بهاي الحاله يساوي كم؟ 20 او عفوا يساوي 120 ألف. كم يساوي؟ 120 ألف، اللي هو الجواب دي. الجواب شو؟ الجواب دي. تمام، هو شو طلب منك؟ مصروف الضمان 120 ألف. لو طالب منك الالتزام، لو طالب منك الالتزام الضمان في هذا العام كم حيكون؟ آخر السنة حيكون 52 ألف و500. السؤال الثالث. عم يقول لك خلال هلا المطلوب في هذا السؤال ما هو قيمة أو مقدار التزام الضمان المقدر الذي يجب الإقرار عنه؟ إذا هون عكس ذاك السؤال، هنيك كان طالب مصروف الضمان، هون جاب لي ورن التزام الضمان. قال لك خلال العام الثالث، يعني أي اعتبره أي سنة، في عندك ضمان من نوع التأكيد ضد العيوب المصنعية. الورنتي كوست المرتبطة بالمبيعات هي 2% خلال 12 شهر التي تلي المبيعات، و 4% خلال الشهر 12 شهر الثانية اللي بتلي المبيعات. يعني انت خلال اول سنة 2% والثانية سنة 4%، اذا حتحسب على اساس كم؟ على اساس 6%. طيب
قال لك انه المبيعات والنفقات الفعلية للضمان كانت كما يلي. كانت كما يلي. طيب في السنة الثالثة باعوا 600,000 وصرفوا أو تكبدوا نفقات ب 900,000 تمام؟ والسنة الرابعة باعوا بمليون وتكبدوا نفقات ب 30,000 يعني هاي الفعلة هي الفعلية اللي إجوا دفعوها مقابل المصروف الضمان. طيب قديش الالتزام حيكون في قيمه هو طالب في السنه الرابعه؟ هلا القيود بدها تكون كالتالي. خلونا نشوف القيود. بالسنه الاولى حيكون عندك شو 600,000 صح من الكاش للسيلز ريفينيو. نيجي هون نحط 600,000 هاي السنه الثالثه 600,000. قد ايه دفعوا فعليا بالسنة الثالثة؟ دفعوا فعليا 9 ولكن قال لك انه بالنسبة للتكاليف المقدرة 4% عفوا 2% وبعدين 4% يعني كم؟ يعني 6%. إذا أنا عندي هلا النسبة 6% إذا كان صارت كم؟ صارت 36,000. إذا من حساب مصروف الضمان إلى حساب الالتزام الضمان المقدر 36,000. الليابيليتي اللي هو شو؟ اللي هو نحن دافعينه فعليا. هن فعليا تكبدوا بالسنة الأولى 9,000. إذا بنقول هون 9,000 من حساب التزام الضمان المقدر 9,000 إلى حساب الكاش. طيب هلأ في آخر هاي السنة قديه صار حساب التزام الضمان؟ هلأ هو طلب منك بالسنة الثانية فلازم نحن نجيب رصيد النهائي تبع السنة شو تبع السنة الأولى. افتح له حساب من هون تمام. بنقول هون هذا الحساب كوبي بيست طيب إذا هون أول شيء في عندك الديبيتور وعندك نقطة. طيب أول شيء في عنا هو مدائن ب 36,000 ومدين ب 9. إذا رصيده 27,000. هذا شو؟ هذا ending، هذا ending balance لمين؟ للسنة الأولى. طيب هلأ السنة الثانية شو قال لك؟ باع بمليون ودفعه فعليا 30,000. السنة الثانية باع بمليون، إذا هون حنقول مليون تمام، ودفعوا 60,000 اللي هي المفروض عفوا دفعوا 30,000 وعندك 6% معناتها 600,000 فعلا حيكون في عندك 60,000 اللي هو مصروف الضمان إلى حساب التزام الضمان المقدر بناء على النسبة. تكبدوا فعليا إن كم تكبدوا فعليا 30,000 ألا اللي هو الأكتوال وارنتي إكسبنتشر. إذا هون عندك 30,000. إذا آخر السنة قديش حيصير الرصيد؟ أرجع رحل عندك هون داين 60,000 تمام، وفي عندك بالمدين حتنزله 30,000. إذا الرصيد حيكون النهائي كم؟ حيكون عندك هون 87 وعندك هون 9، عندك هون عفوا 9، هون في عندك
عفوا عندك هون 87 من 30 حيضل في عندك رصيد 57,000. إذا 57,000 هي الـ ending balance للسنة الثانية. إذا السنة الثانية الجواب الصحيح هو C 57,000 دولار. نجي على السؤال الرابع. السؤال الرابع مطلوب منك ما هي القيمة التي يجب على الشركة أن تعلن عنها كالتزامات الضمان مقدرة؟ طيب في إبريل 1 شهر 1/4 عرضت منتج جديد هاي الشركة عندها ضمان ستاندر سنة. طبعا هذا حيكون من نوع التأكيد. في عندها هي مخزون 5000 وحدة، 3000 تم بيعه آخر السنة. إذا هو آخر السنة شو باع؟ باع 3000. بناء على خبرته السابقة مع المنتجات المتشابهة أو مشابهة لهذا المنتج الجديد، فإن الشركة قدرت إنه متوسط تكلفة الضمان تمام بكل وحدة مباعة سوف يكون 8 دولار. إذا كل وحدة هتكلفه 8 دولار. فعليا هن دفعوا Actual Warranty Cost Incurred، هن فعليا دفعوا 7000 دولار قيمة في 30 جون. هذا Actual. طيب تمام. هلا تحليل المعاملة كالتالي. أول شيء هو عنده 5000 وحدة بالمخزن تمام، وباع 3000. هاي 3000 عمل لك متوسط الكلفة تبعها كم كضمان؟ 8. إذا 24000 اللي هي شو؟ اللي هي استمدت liability أو استمدت warranty liability اللي هو التزام الضمان المقدر اللي هو شو؟ 24000. طيب هو قديش دافعين هنا فعليا؟ 7. إذا ضل عندك شو؟ إذا ضل عندك 17000 هي اللي هتظهر آخر السنة. باعوا 3000 متوسط الكلفة ضمان 8، 24000 دفعنا فعليا 7. إذا رصيد نهاية المدة 17000، رصيد بداية المدة 0 زائد المصروف المحمل عن هاي السنة اللي هو 24000 ناقص ما تم سداده فعليا 7000 يساوي الـ Ending Balance تبع الـ Standing Warranty Liability. السؤال الخامس. السؤال الخامس مطلوب فيه أي مما يلي Which of the following accounting treatment is most appropriate؟ أي من المعالجات المحاسبية التالية هي الأكثر ملائمة؟ قال لك شركة دخلت بتعهد شراء تمام، بدهم يشتروا مخزون. طيب هلا هيك خلصنا Warranty and Contingency، جينا على التعهدات الشراء. في نهاية السنة أو at the end of the accounting، في نهاية الفترة المحاسبية السوق المحلي أو قيمة القيمة السوقية للبضاعة هي كانت أقل من سعر الشراء الثابت by a material amount. by a material amount كفرق فرق جوهري، يعني في فرق كبير أو مهم أو جوهري بين السعر اللي أنا متفق عليه بالعقد وبين سعر السوق. إذا بهاي الحالة نحن إذا كان سعر عقدي أعلى من سعر السوق أي سعر السوق أقل، إذا هاي نحن الحالة شو حنعمل؟ بهاي الحالة إنه أول شيء حنقوم ب بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية، حنعمل إفصاح عن طبيعة العقد، والله إنه هذا العقد تعهد شراء كذا 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 طن السعر كذا كان والله السعر الفلاني بالسوق. وبنسبة الخسارة، الخسارة هاي وين حتظهر؟ إنها حتظهر بقائمة الدخل تمام، بالإضافة إلى إثباتنا للالتزام شو مقابل الخسائر المحققة، مقابل شو الخسائر المحققة.
تمام. إذا شو حيكون الجواب الصحيح؟ هو الجواب A. إذا في حالة تعهدات الشراء، إذا أنت عندك خسارة نتيجة أن سعرك في العقد أعلى من سعر السوق، تعمل إفصاح في القوائم المالية وبتثبت الخسارة في قائمة الدخل، وبتثبت الليابيليتي مقابل هذه الخسائر المتكبدة، يعني هتقوم من حساب الـ من حساب اللوز مثلا، شو نقول هون نسبة الخسارة، يعني بتقول مثلا من حساب لوز انفنتوري إلى حساب مثلا الليابيليتي بورشيس كوميتمنتس، تمام؟ يعني حتقول من حساب الخسائر تعهدات، من حساب الخسائر المخزون مثلا إلى حساب فيك تحطها والله حساب تعهدات الشراء اللي هي التزام. المهم انك تثبت الخسارة بتكون قيد مدين او طرف مدين، والطرف الدائن هو عبارة عن الالتزامات المقابلة لتعهدات الشراء. هذا الجواب غلط، هو فيه افصاح، عم يقول لك describe the nature of the contract، انه طبيعة العقد والقيمة المتوقعة خسارة النوت، but didn't recognize a lose. لا، نحن قلنا نعمل إفصاح، نسبة الخسارة، نسبة الالتزام. نسبة شو الخسارة؟ نسبة الالتزام، لأن القيد كان كالتالي: من حساب خسائر غير محققة اللي هي بتظهر في قائمة الدخل أو قائمة الأرباح، إلى حساب الالتزامات مقابل تعهدات الشراء. إذن القيد بيكون إنه إثبات الخسارة، يعني نحن بنقول حساب اللوز او الانريلايزد هولدنج لوز الى حساب مين؟ الى حساب الليابيليتي اللي هي من حساب الخسائر غير محققه الى حساب الالتزامات تعهدات شراء. تمام، اثبتنا الخساره واثبتنا الالتزام وحطينا بالايضاحات المتممه طبيعه العقد وشروط العقد اللي صار معنا. طيب السؤال السادس، طبعا هذا نحن قلنا هون خطأ. ليش؟ الوصف الـ nature of the contract صح، الـ estimated amount of the lose القيمة المقدرة، اوكي فينا نعتبره صح، انه نحن هون عم يقول لك وصف الـ estimated amount، لا خطأ. نحن هون ما بنوصف، نحن قلنا شو؟ قلنا في مثلا هذا الخط، هلا الخطأ هون وين؟ انه estimated amount of lose هاي ما بيكون فيها، لازم نعمل لها قيد، اوكي؟ بالنسبة ل النت ريكوجنايز لوز خطا، لازم نثبت الخساره. اذا نحن حنقول من حساب انريلايزد هولدنج لوز خساره غير محققه تظهر في قائمه الدخل الى حساب الالتزامات مقابل تعهدات شراء ليابيليتي بورشيس كوميتمنتس. ليابيليتي بورشيس كوميتمنتس حسب المده تبعها بتظهر بالكرنت ليابيليتي، والخسائر الغير محققه اللي هي الطرف المدين من القيد حيظهر عندك بالأذر expenses and losses with income statement. طبعاً هذا الجواب أيضاً خاطئ، قال لك وصف طبيعة العقد في الإيضاحات، أوكي نسبة الخسارة صح، ونسبة التخفيض في المخزون مساوي لقيمة الخسارة باستخدام حساب تقييم. لا، هو مباشرة نحن ما منخفض حساب الانفنتوري، يعني هون أنت ما حتستخدم قيد أسعار الهبوط، يعني ما حتقول من حساب خسائر أسعار هبوط أو خسائر هبوط أسعار المخزون من حساب المخزون، لا، أنت هون حتحمله على حساب شو؟ حتحمله على حساب الليابيليتي. قال لك لا يتم لا عملية neither describe the purchase obligation nor recognize، يعني لا نسبة لا خسارة ولا التزام، وهذا خاطئ. السؤال السادس،
عمل لك الالتزامات اللي بتنشا من اللوز كونتنجنسي. نحن قلنا اي التزام ينشا من الاحتمالات الخسائر او الخسائر المحتمله، شو نعمل فيه؟ يجب ايمتى احنا نسجل الخساره؟ يعني مثل ما شفنا قبل شوي، نسجل الخساره تمام وقت بيكون انت الحدث المستقبلي المرتبط بالاحتمال نفسه بوقوع حدث انه الفيوتشر ايفنت تبعه probably، وانت الاماونت قادر شو قادر انك ريزونبل استيميتد. هذول شرطين لازم انه انت يكون الحدث قادر انه هو من المرجح انه يحدث في المستقبل، زائد انه المصروف اللي حتتكبده هو شو هو قادر انك انت تقيسه. يعني مثل ما شفنا بالضمان، بالنسبه للضمان الالتزام المحتمل او الخساره المحتمله هي عباره عن مصروف الضمان، قدرنا نقيسه مثلا قال لك $30، وايضا امكانيه حدوثه نعم اذا في حق انه قال لك والله من الخبره السابقه مثلا 4% حيصير فيهم شو؟ حيصير فيهم ديفلت. وبالتالي مباشره الجواب دي هو الجواب الصح. طبعا لك هون انه هل يكفي فقط انه تكون قيمه الخساره كافيه انه انا اجي اقيسها؟ لا، لازم انه امكانيه حدوث شو الحدث المستقبلي، وبالتالي هاي خطا. طيب قال لك الاحداث هاز ريزونبلي بوسيبل تشانس، لديها فرصه ممكن حدوثها في المستقبل؟ لا، ليست بوسيبل ولكنها شو لازم probably. اذا كانت بوسيبل ما بثبت قيد، بعمل افصاح. اذا كانت بوسيبل بعمل افصاح. اذا كانت ريموت يعني امكانيه الحدوث بعيده ما بتعمل افصاح نهائي. طب هاي ليش غلط؟ الاحداث المستقبليه ممكن قياسها ان الاماونت كان بيرزنوبلي. لا، الاماونت ريزنوبلي صح، ولكن الايفنت لازم انها تكون شو؟ لازم انها تكون بروبابلي. اذا لحتى تثبت خساره محتمله لازم انه اول شيء امكانيه حدوث الحدث المستقبلي probably، والاستيميت والمبلغ انت قادر تعمله شو reasonably استيميت تقيسه بدرجه معقوله. طيب السؤال السابع عم يقول لك هون صافي الخسائر من تعهدات الشراء الناتجه عن اقتناء سلع او بضاعه نتجت عن سعر العقد هو اعلى من سعر السوق، تمام؟ عنده سعر السوق كذا، سعر العقد كذا، سعر العقد اعلى من سعر السوق، اذا انا في عندي خسائر من تعهد الشراء. طيب اذا الشركه كانت تتوقع ان هاي الخسائر سوف تحدث عند القيام بعمليه الشراء، فتم فالاكسبكتد لوسز اف ماتيريال، فبهي الحاله اذا كانت الخسائر مهمه شو حنعمل؟ الا نحن مباشره عند توقع خساره من عقد صار فيه سعر العقد اعلى من سعر السوق، انه مباشره شو بنعمل؟ بنعترف بالخساره، بنقول من حساب unrealized holding loss الى حساب شو؟ الى حساب liability. اذا بنثبت شو؟ بنثبت في حسابات وبنفصح بشكل منفصل عن الخساره في قائمه الدخل للفتره اللي انخفضت فيها شو؟ الاسعار، اللي انخفضت فيها شو؟ الاسعار. طيب الجواب الثاني ليش غلط؟ عم يقول لك هون as net realizable losses كصافي خسائر غير محققة. لا، هون انت should be recognized in the account and separated to disclose as losses. ليش؟ لانه هو هون متوقع عند القيام بعملية شراء حيصير في عنده خسارة مباشرة، بمعنى انه هو تحققت الخسارة، الخسارة شو؟ ما عدا unrealized
صارت ليرايزد. ليش؟ لأنه هو هون عم يقول لك إذا أنت الشركة توقعت الخسارة عندها قيام بعملية الشراء. السؤال الثامن. السؤال الثامن عم يقول لك which of one of the following loss contingencies would be accrued as a liability rather than disclosed in the notes to financial statements. عم يقول لك أي مما يلي أو أي من الاحتمالات الخسائر التالية would be accrued يعني مثلا نحن نحمله على أو يتكبد كالتزام بدلا من يتم الإفصاح له في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية. طبعا هي الالتزامات تبعية الخدمات او الضمانات المنتجات اللي هي بتكون من النشاط الرئيسي لك. ليش؟ لان احنا ان اي التزام مقابل ضمان هو يتم اثباته بقيد، صح؟ بناء ما احنا ان من حساب الـ unrealized holding loss الى حساب liability، ونفس الشيء بالورنتي من حساب مصروف الضمان الى حساب الالتزام. فنحن هون سجلنا شايف would be accrued كالتزام بدلا من يتم الإفصاح عنه في القوائم المالية. أما يتم الإفصاح إذا كان not probably ساعتها ما حيكون التزام. طيب هلا السؤال التاسع بقينا ثلاث أسئلة. عملنا شو هي المبلغ اللي شركة لندن يجب انه هي تتكبدها بسبب because of the contingencies in this situation is. طيب عملك شركة لندن متهمة بقضية او عليها دعوة قضائية. هاي الدعوة القضائية بقيمة مليون دولار، تمام؟ حددت او انه من خلال استشارات انه هن هاي القضية شو حيخسروها، تمام؟ will lose the case if so damages could range، وحيصير حيضطروا يدفعوا تعويض من 100,000 الى 200,000. طيب بغض النظر عن مخرجات القضية، تمام، قدرت الشركة انه هي حتتحمل تكاليف اضافية 5,000 دولار، تمام، كتكاليف عطالة بسبب انهاء خدمات روسل. روسل هو موظف عن هاي الشركة، رفع عليهم دعوة، ممكن هو يكسب الدعوة، كان حدود الدعوة مليون دولار، قالوا لك نحن ممكن يكون حدود التعويض من مليون الى 200,000، من 100,000 الى 200,000، وفي عنا تكاليف اضافية لتكاليف البطالة اللي تكبدها روسل نتيجة انهاء خدماته ب 5,000. طيب معناته نحن قديش هلا بهاي الحالة التزامات المحتملة على الشركة؟ نحن ما بنسجل التزامات المحتملة الا شو؟ هون الا انها تكون مؤكدة، تمام؟ اذا بهاي الحالة ما حيكون انا في عندي اي amount that should occur because of the contingencies in this situation is zero. لا يوجد أي احتمالات لأنه هو لسه ما يعني نتيجة القضية ما لها معروفة، يعني لسه نتيجة القضية ما لها شو معروفة. عندنا السؤال رقم 11. السؤال رقم 11 عم يقول لك ما هي العرض للقوائم المالية المناسب لمثل هذا النوع من الخسائر المحتملة. في عندك هون هاي الشركة
أيضا تحمل التكاليف في عند دعوة ب 500,000. تمام. في الأموت about 80%. The attorney also indicated that the case would like to tie up in the court for 23 days. طيب هلا هون هو شامل لك wrongful discharge. أول شيء هن عليهم لازم يعوضوا 500,000. تمام. إمكانية مثل ما بيقولوا إنه يعني إنه المدعي تمام إنه هو يحصل على كامل القيمة بنسبة 80%. طيب بهاي الحالة لاحظ إنه الإمكانية عالية، يعني تقول لك 80% صح؟ probability لاحظ هون الاحتمالية إحنا إنه more like or most like to occur، من المرجح جدا إنه تحدث، يعني أكثر من 80% يعني يعتبروه إنه هي شو إنه من المؤكد. إذا بهاي الحالة 500,000 نحن حنسجلها شو contingencies، إنه تأكدت احتمالية البروبابي عالية والاستيميتد ريزونوبلي أو ريزونوبلي استيميتد المبلغ اللي هو 500,000، هيك تحققت شروط إثبات الخسارة أو الخسائر المحتملة. طيب السؤال 12 والأخير، ما هو المبلغ الذي يجب على شركة كازو أن تسجله كإيراد من الدعوة القضائية هاي في السنة المنتهية أو في ديسمبر 31 من العام الرابع؟ قال لك هنين بتضلعوا في عندهم تعويض بمليون و900 من براءة اختراع معينة، حكموا لهم بمليون ونص تقريبا حسب ما فهمت، انه it's probably انه الكازو will be success agents for a significant amount the range between 800,000 إلى 1,000,000. أقول لك انه ممكن يتم التعويض بحدود من 800,000 إلى 1,000,000. طيب مع الأخذ بعين الاعتبار في عندك عوض بمقدور 1,000,000، إنه 1,000,000 هي most likely amount. طيب إذا بهاي الحالة هل هنالك إيراد؟ طبعا لا يوجد إيراد. ليش؟ أنا ببساطة إنه لم يتحقق شو الجين كونتينجنسيز. نحن قلنا نسبة الخسارة ولكن الإيراد ما نسبته إلا لحتى يتحقق. إذا until شو until realized، وقال لك أوكي من المرجح إنه هاي 1,000,000 هي الموست لايكلي أموت اللي إحنا نقبضه من 800,000 إلى 1,000,000 صح؟ ولكن ما نسبت الدخل لحتى يكون مؤكد حدوثه. إذا بهاي الحالة الأموت هيكون 0 دولار. هيك نكون خلصنا الحلول الدراسية لوحدة 2.9.